بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا لقاءنا هذا، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما في أعلى جنان الخلد. ثم أقول بالله التوفيق، نواصل حديثنا عن الاستعداد ليوم الرحيل. رأينا أنه علينا أن نستعد لتلك الليلة التي صبح يوم القيامة، والتي هي الليلة التي سنكون فيها في القبر، والتي رأينا أنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين روضة من روضات الجنة، وعلى من كفر بالله سبحانه وتعالى حفرة من حفر النار. هناك من الناس من ينكر عذاب القبر، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. فخلاص الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شيء ليس موجودا؟ حاشا وكلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني قبل أن تقوم الساعة هم يعرضون على النار غدوا وعشيا. أين؟ في القبر. عافانا الله سبحانه وتعالى جميعا من عذاب القبر. ثم أيها الأخوة الكرام، بعد هذه الليلة لنستعد جميعا ليوم مقداره 50,000 سنة في آية من الآيات، وفي آية كألف سنة مما تعدون، وهو يوم القيامة. الساعة، وما أدراك ما الساعة التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، وقال مخاطبا الناس، كل الناس مؤمنا وكافرا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوا ربي سبحانه وتعالى واستعدوا. إلى أي شيء نستعد يا مولانا يا ربنا يا خالقنا؟ قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، هذه الزلزلة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فرق ما بين المرضعة والمرضع. امرأة مرضع يعني هي أثناء مدة الرضاع الحولين، والمرضعة هي التي تباشر إرضاع ولدها، يعني هي ترضع فيه. هذه المرأة لو كانت في حالة اعتيادية هل تفرط في ابنها الرضيع؟ أبدا، تحميه بنفسها، تحميه بروحها. ولكن عندما تجيء زلزلة الساعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، كل ذات حمل، كل أنثى تحمل في بطنها جنينا تضعه من فرط هول هذه الزلزلة. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الهول الذي عبر الله سبحانه وتعالى عنه بأن كل الناس سوف يهتم كل واحد بشأنه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. احنا نقول بالدرجة كل فول له في نواره، كل حد له بروحه. حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ان الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني حتى الختان يعود كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده. فقالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها السيدة عائشة أم المؤمنين، قالت يا رسول الله النساء والرجال ولا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال لها يا ابنة الصديق الأمر أشد من أن ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، حتى الأم الرؤوم التي تقول لولدها يوم القيامة يا بني لقد كان بطني لك وعاء وحجري لك رداء وصدري لك سقاء، فاعطيني حسنة أتبلغ بها. فيقول والله يا أمي وددت لو أني أفعل ذلك، ولكني اليوم أحوج الناس إلى هذه الحسنة ولا يعطي هذه الحسنة. لماذا؟ لأن الحسنات هي العملة الصعبة يوم القيامة، هي التي ستكون في ميزان الحسنات أو السيئات. بعدما قال رب سبحانه وتعالى أن كل يفر من الآخر، قالوا وجوه يومئذ مسفرة، ما شاء الله يعني جميلة. في آية أخرى قال وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة من الجمال إلى ربها ناظرة، وهنا يقول وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بما أعد الله لها من حسن القبول ومن حسن الوفادة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فعلينا أن نفهم هذا وأن نستعد لهذه الزلزلة ولهذه الأهوال التي يشيب لها الوليد. نتواصل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير. هذه الزلزلة التي يجب أن نستعد إليها، بعدها يبعث الناس من قبورهم. أول من ينشق عنه القبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أول ما ينشق عنه القبر رسولكم صلى الله عليه وسلم. قال فأقوم وأنا أنفض التراب عن لحيتي ويأتيني جبريل بلواء الحمد فأسأله يا جبريل ماذا فعل الله بأمتي؟ فصلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. ويحشر الناس من كل حدب وصوب، كل الناس يحشرون في صعيد واحد من أولهم آدم عليه السلام إلى آخر من تقوم عليه الساعة، يحشرون في صعيد واحد. والهول كبير، الفزع عظيم. أليس رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الشمس تدنو من الناس يوم المحشر قدر ميل أو ميل، يعني قدر ميل يعني المسافة المعروفة اللي هي كيلومتر وستمائة متر تقريبا، أو ميل، الميل هو المرود اللي نكحلوا به عينينا، يعني كلا المسافتين قصيرة جدا، لأن الشمس الآن تبعد علينا آلاف الكيلومترات بل ملايين الكيلومترات، وتفعل فينا الأفاعيل عندما يشتد حرها، فما بالك إذا دنت
منا يوم القيامة قدر ميل أو ميل. ولذلك يكون الناس يوم القيامة في العرق قدر أعمالهم، فهناك من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه إلى وسطه يعني، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. يشتد الكرب على الناس ويفزعون فزعا، فيقول بعضهم إلى بعض: ألا نستشفع لأنبياء الله سبحانه وتعالى؟ ويبدأون بأول هؤلاء الأنبياء وهو آدم عليه السلام فيستشفعونه، فيقول: إن الله سبحانه وتعالى قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها ولن يغضب بعدها، أنا لست لها، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول مثل ذلك، ويذهبون إلى إبراهيم فيقول مثل ذلك، ويذهبون إلى موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام فيقول مثل ذلك، ويذهبون إلى عيسى عليه السلام روح الله فيقول مثل ذلك، ويقول لهم: عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول المصطفى عندما يجيء الخلق يستشفعون: أنا لها. قال: فأسجد تحت قدمي العرش وأبدأ في الثناء على الله سبحانه وتعالى بمحامد عظيمة، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيبدأ الله سبحانه وتعالى الحساب، والحساب إما أن يكون يسيرا، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين سيحاسبهم حسابا يسيرا، وإما أن يكون حسابا عسيرا. كلنا سيخرج الله سبحانه وتعالى له كتابا يلقاه منشورا، كلنا سيقرأ كتابه بنفسه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، انظروا إلى الذي أخذ كتابه بيمينه، كذلك التلميذ الذي جاء بشهادة وبدفتر أعداده وفيه نجاحه فيأتي وهو في يمينه وهو سيطير فرحا، أما الآخر فيأتي به وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحورا، بلى إن ربه كان به بصيرا. وفي سورة الحاقة ربي سبحانه وتعالى يحدثنا على الهول هذا ويقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق الحسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. يعني يتمنى أنه مات مقامش، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. هكا الفلوس وهكا المال اللي كان يتكبر به مع الخلق ويتجبر ويحقر، هذا مبقاش ينفع حد شيء، ما يجيش معه ماله، قعد في الدنيا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هكا السلطان
وهك التجبر والتكبر والشارات والنواشن والسيارة الفخمة وشارات الحكم، كل هذه تزول، لأن الله سبحانه وتعالى ينادي في ذلك اليوم: أنا ملك الملوك، أين ملوك الأرض؟ فتراهم كلهم ناكسي رؤوسهم. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، وهو يندب حظه، فيأتي الأمر من العلي القدير، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون والعياذ بالله. لذلك علينا أيها الإخوة الكرام، أيتها المؤمنات، أيها المؤمنون، أن نستعد لهذا اليوم العظيم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.